الكواليس ايضا يعني علم اعداد كل الزوايا. الحقيقه انه ربما اثناء القمه الاقتصاديه يتم طرح واحدا من اهم المشروعات اللي بتمولها حكومه ابو ظبي، وهذا المشروع مشروع ضخم جدا، تتراوح استثماراته ما بين 75 الى 80 مليار دولار تقريبا. الحقيقه ما فيش تفاصيل اضافيه عن هذا المشروع، ولكن إذا كان ويتم تنفيذ المشروع على 10 سنوات تقريبا أو 12 سنة، أتصور أن هذا المشروع لو تم الحقيقة فإحنا بنقول أننا هيتوجه لنا استثمارات ضخمة جدا خلال المرحلة القادمة. خلوني أقول أنه عودة مرة أخرى لدور سفراء الترويج لمصر. معايا مداخلة من المهندس نجيب ساويرس. مساء الخير باشمهندس نجيب. اهلا، ازي حضرتك؟ ازي الحال؟ اهلا بحضرتك يا فندم. والحقيقه كنت عايزه اعرف ايه الاجراءات او ايه يعني يتم اتخاذه دلوقتي من جانبكم للترويج لقمه مارس القادمه، وانا اعلم ان هناك جهود مكثفه تقومون بها. هو احنا انا دورت على 10 20 اهم شخصيه في العالم، ان هم رؤساء الهيدج فاند والايكويتي فاند والشركات اللي هي بتستثمر في الاسواق الناشئه دي، وعزمناهم كلهم على المؤتمر ده، وبعضهم جاي وبعضهم بعت نمره واحد او نمره اثنين عندهم في المؤسسات بتاعتهم، وده علامه على ان في اهتمام كبير جدا باللي بيحصل في مصر ده وكده. ده غير ان احنا عملنا برضو ترويج في دول ما كانتش، يعني ما حدش مثلا يعرف ان جنوب افريقيا مثلا عندها صندوق استثمار تبع الدوله من اكبر صناديق استثمار في العالم، وده بيفضل انه يستثمر في افريقيا. فانا عزمت، كنت في جنوب افريقيا وعزمت رئيس الصندوق ده، وهو وعد انه هيجي يحضر بنفسه كده اهوت يعني. فالحقيقه يعني انا شخصيا انا عن نفسي انا متفائل ان شاء الله. طيب حضرتك شايف طبعا التحركات الخسيسه اللي بتتم حاليا لتقويض الثقه من جانب الجماعات الارهابيه، النهارده تفجيرين يعني، وشكلهم التهديدات الاخيره من جانب داعش بانها هتختطف مستثمرين اثناء انعقاد القمه، حضرتك تعليقك ايه على هذه التحركات وهل هتؤثر على القمه؟ اللي راجل فيهم يجي هنا، اللي راجل فيهم وقد الكلام اللي بيقوله ده يجي شرم الشيخ. انا بتحداهم ان يعرفوا يعملوا اي حاجه في شرم الشيخ. يعني تطمن المستثمرين. ويا ريت يجوا هنا عشان ناخد حقنا منهم، لان هم جبناء وبيتخفوا وراء اقنعه، ما يعرفوش يضربوا غير في الخطة. واحنا بنقول لهم مصر اكبر من كل الامثالكم وشافتكم كتير وعدت وهتعدي دايما ومحدش قادر يوقف. طيب عائلة ساويرس يا باشمهندس من أكبر المستثمرين يعني على مستوى العالم، أبرز القطاعات الاستثمارية من وجهة نظر حضرتك اللي بتشوفها جاذبة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة؟ هو الحقيقة النهاردة عندنا مشكلة أساسية عشان نبقى صرحاء مع نفسنا. أولا احنا لازم نصارح العالم ونصارح الناس بتاعتنا. احنا أكبر مشكلة عندنا النهاردة مشكلة الطاقة. أي مستثمر جاي في مصر النهاردة عايز يجي يعمل مصنع، عايز يعمل اي مشروع، محتاج طاقه. النهارده احنا عندنا نقص في الطاقه، وبالتالي هيكون تركيزنا احنا كعائله احنا على حل مشكله الطاقه دي، وبالتالي ان شاء الله يشهد هذا المؤتمر استثمارات ضخمه جدا في قطاع زياده الطاقه في الكهرباء في مده قصيره جدا، بحيث المستثمر لما يجي ما نقولوش والله تعالى ابني المصنع واجي اوصل له الكهرباء، ما عنديش كهرباء يعني. فهي دي المشكله الاساسيه. يعني انا رايي ان 70% من مشكله الاقتصاد المصري هي في ازمه الطاقه النهارده. فان شاء الله احنا هنساهم في ان شاء الله المؤتمر ده يشهد. احنا بنجري بسرعه شديده جدا النهارده ان احنا نخلص الاتفاقيات مع وزاره الكهرباء عشان نقدر ننشئ المحطات دي ونحل مشكله الطاقه دي، وبالتالي نكون بنكلم الناس بمنطق ان تعالوا واحنا جاهزين بكل ما انتوا محتاجين له وما كل ما بلدنا محتاجه له يعني ان شاء الله. باشمهندس نجيب، النهارده كان في تصريحات للوزير اشرف سلمان وزير الاستثمار في الامارات في المؤتمر الخاص بي اف جي ارماس، قال انه الضرايب هتكون ثابته لمده 10 سنين. تعليق حضرتك ايه على هذا التصريح؟ وهل شايف انه ده ممكن بدون وجود مجلس تشريعي يقر مثل هذا القرار؟
اول حاجه عايز اقول له ماضي وزير الماليه على الكلام ده. طبعا انا بقول كده. اول ايوه اول حاجه. تاني حاجه عدم وجود مجلس تشريع او وجود مجلس تشريع ما يفرقش ليه، لان في النهايه مجلس التشريع هيجي ده يدور على مصلحه مصر. مصلحه مصر ان احنا نجذب استثمارات، احنا محتاجين الناس لازم تبقى فاهمه حقيقه الوضع. وضعنا النهارده مش كويس على الاطلاق. احنا محتاجين حوالي من 10 ل 20 مليار دولار دفعه تساعدنا على ان نحقق خطه اقتصاديه مبنيه على اساس ان احنا هنجيب 15 مليار دولار استثمارات سنويه. هو ده الحل الوحيد، ان نطلع ونبقى دوله حره بعد كده، ما نعوزش مساعده من حد ولا منح ولا اي حاجه. فبالتالي اي مستثمر جاي لازم يطمن انه هيجي تقول له الضريبه بتاعتك 30% 40% زي ما تقول، انما اللي يهمه ايه؟ انه مش يجي على 20% وبعد سنه تقول له هنزودها 5 وهنزودها 10 والكلام ده. فانا شايف ان ده طبعا التصور اولا، يعني في ناس كتيره جدا في الحكومه دي كويسين جدا ونيتهم كويسه جدا، وبالتالي انا متفائل لو طبق هذا الكلام فكلنا معاه وان شاء الله يتم. ولو جه مجلس الشعب بما الناس كلها اللي موجوده مش عايزه غير مصلحه البلد يعني. أكيد. مهندس نجيب، سؤالي الأخير، استحواذكم على يورو نيوز، وأنا خليني أقول لك إنه هاجسي الشخصي إنه ده وراه برضو دور وطني، يعني في كده يعني توجه إلى تحسين صورة مصر في الخارج. الصفقة الخاصة بيورو نيوز آخر تطوراتها إيه يا فندم؟ هو اولا شوف حضرتك، يعني النهارده احنا واجهنا بعد 30 يونيو حملة غير عادلة في توصيفها للي حصل في مصر النهارده. وما زالت بعض القوى دي اللي هي الناس اللي معاها فلوس دي فاكره انها ممكن تشتري الراي وتشتري وتاثر في الراي. وقناه الجزيره النهارده اصبحت البوق الناطق لتنظيم الاخوان المسلمين، وغير الاربع خمس قنوات التعبانين بتوع تركيا دول اللي شغالين من تركيا وكده اهوت. صحيح. انما الناس لازم تفهم، انا ما بشتريش اورو نيوز عشان اقدر اقول لهم يعملوا ايه ما يعملوش ايه. دي قناه محايده تم اختيارها على اساس انها بتذيع الحقائق، ما بتحاولش تلون المواضيع. وبالتالي احنا كل اللي مش عايزين، احنا مش عايزين من حد يجي يتبنى وجهه نظرنا، احنا عايزين حد يجي يقول الحقيقه. للاسف النهارده محطات زي سي ان ان وحتى البي بي سي اللي كنا بنقول عليها بنضرب بيها الامثال اصبحت النهارده منحازه انحياز تام للراي الاخر. والله الناس تقول لك لو هم موجودين معاهم جماعه الاخوان المسلمين بالتحديد، لو هم حسوا ان هم عايزين يبقى لهم دور سياسي، ليه لجأوا للعنف والقنابل والتفجيرات وللقتل والارهاب ده؟ كانوا يتبنوا وجهه نظر سياسيه، وكنا احنا كناس احرار، ناس بنؤمن بالراي والراي الاخر، كنا وقفنا معاهم ودافعنا عن حقهم ان يكون لهم راي مخالف لراينا، احنا ما كناش عايزين نعمل معاهم اللي هم عملوه معانا، هم كتموا الاصوات وخدوا كل الرئيس بتاعهم ده خد كل القوه اللي ممكن اي واحد ده. ربنا نفسه ما طلبهاش لنفسه وخدها لنفسه ومسكوا المعارضه ونكلوا بيهم وضربونا قدام الاتحاديه وعوروا الناس وعذبوهم. مش عايزين نعمل احنا الكلام ده كله، لكن هم لجأوا الى العنف والقنابل، وهم لازم يفهموا ده شعب عنيد وقوي ومحدش هيجي يخليه يركع ابدا، ولا 100 قنبله ولا 100 واحد فينا يموت. يفهموا كده هنعرف نقف معاهم وكده. فالقناه مش مطلوب انها هي تروح تتبنى وجهه نظر معينه، مطلوب انها تذيع الاخبار بمحايده. انتهت الصفقه باشمهندس نجيب؟ النهارده قناه الجزيره دي فقدت مصداقيتها تماما نتيجه التوجه اللي هو بتاعها، لان اصبحت بوق ناطق لتنظيم الاخوان المسلمين. انتهت الصفقه يا باشمهندس؟ اللي بيجيبوهم. نعم؟ انتهت، تمت الصفقه بالفعل؟ لا، هو مجلس الاداره وافق الحمد لله على العرض بتاعنا، وبالتالي دلوقتي احنا العرض ب 34 مليون دولار كما علمنا، مش كده؟ 35 عشان يبقى ده زيادة رأس مال. طيب انا بشكرك مهندس نجيب ساويرس. خلونا نطلع في